في عصر أصبحت فيه عادات التسوق الرقمية لدينا بشكل متزايد، يصل تأثير اختياراتنا إلى ما هو أبعد من مجرد النقر على زر الشراء. لقد حان الوقت لإعادة التفكير في التعبئة والتغليف ليس كالنفايات ولكن كفرصة للتحسين. انطلق في عصر التعبئة والتغليف كصديق للبيئة، إنها حركة ليست فقط من أجل البيئة بل أيضاً لمستقبل التجارة الإلكترونية في أوروبا. مع التحول الكبير في أولويات المستهلكين، يختار المتسوقون الأوروبيون الآن العلامات التجارية التي تتماشى مع قيمهم، مما يجعل التعبئة الخضراء ليست مجرد خيار بل ضرورة للشركات. من المواد البلاستيكية القابلة للتحلل إلى المواد المصنوعة من الفطريات، يوفر الابتكار في التغليف المستدام للشركات طريقة للتميز وتقليل التأثير البيئي والتواصل مع المستهلكين على مستوى أعمق. إن الانتقال إلى التعبئة والتغليف كصديقة للبيئة هو خطوة من الخطوات الصغيرة التي تؤدي إلى تأثير كبير. يتعلق الأمر بتبني الفكرة واتخاذ خيارات مستنيرة وبناء علامة تجارية تمثل أكثر من مجرد الربح. انضم إلى ثورة التعبئة والتغليف الخضراء، لأنه عندما نقوم بالتعبئة بهدف فإننا لا نرسل منتجاً فحسب بل نرسل رسالة. يمكن أن يكون عملك جزءاً من الحل، فلنبني مستقبلاً مستداماً معاً.